نوال والله يا اختي ما نكذب عليك، الى ما اكبر شمس العاشيه طرات ليا هي هاد الزواج ديالي. عييت من فايش وعييت من بان قدام الناس راني عايشه السعاده، ولاني والو 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 والو. تعذبت تعذبت تعذبت. هاد ولد الحرام هذا خرج ليا من الجنب. عرفتي يا اختي هذا ما عرفنا جيسي ولا ما عرف شنو هاد الهم. وعرفتي راه تيبغي غير راسو اختي. وصافي ما بقى ليا ما نخبي، انا غنتفرقع عباد الله. وغير سمعي لي يا اختي نوال، سمعي لي. ما لقيت لمن نعاود هاد الشيء، ما لقيتش لمن نعاوده. تخيلي يا صاحبتي، تخيلي وحطم لي حياتي، وتصوري وفقدني الثقة في راسي. عرفتي دابا تندخل اليوتيوب وتنبقى نقلب على دوك الناس النرجسيين وهذا، تنشوف غير واش بحالو. تيقول لك غير كانت شي جوج ديال الصفات ولا ثلاثة راه صافي تيكون الانسان يعني نرجسي، تيبغي غير راسو. هذا وعرفتي انا تلقى داك الشيء كاع اللي تتكون ديك المختصه تقوله تلقاه كله فيه. وتخيلي يا اختي هذا غيدمرني هذا. عرفتي راه عييت ما نكذبش عليك، والله تعييت. اللي درتها تيكريتيكيها، واللي قلتها تيعيب فيها، وهو الواعر وهو اللي تيعرف. وتصوري الميدان ديالي انا هو اللي تيفهم فيه. تخيلي دابا هذا ما يحمقكش، والميدان ديالو يا ويلك هضرتي فيه. يا الله كديري، هما اللي واعرين، خواتاتو اللي واعرات، عائلتو اللي واعرين، عائلتي انا غير الزبل. وسعما ما تيعتبرهمش وما تيعتبرنيش حتى انا، وما عاطينيش قيمه، ومخلي تركتو كله ولا تضحك عليا. شكون السبب هو؟ يلا غي قولي لي كي غديري تكملي مع هاد الصقع هادي. يلا قولي لي واش بغيتيني يا اختي نحماق؟ راه شوفي راه كانت تتبان لكم غير هالمظاهر، وهذه يا اختي هي الحقيقه، الحقيقه المره اللي تنعيشها. ما نكذبش عليك انا صافي عييت. تصوري باش نمشي للدار عندنا، عرفتي بابا كيفاش داير؟ غادي يخرج ليه قود. انا بغيت زعما كاع الله يتصلح ولا يبدل هاد الصفات هادي وهاد الاخلاق هادي يا اختي. في الاول كي كان يا اختي، في الاول كي كان يا اختي. ويلي على بنادم شحال تيتغير يا اختي. وشوف يا الهبيله، وتبقاي متبع ليا دوك صحاب اليوتيوب، ها نرجسي ها زفتي ها هذا. وسيري هذيك اللي جالسه تقول لك نرجسي، راك راه مكمشه على راجلها وانت جالسه تفلى عليك. الرجاله كلهم بحال هكداك، تيبغيو راسهم وصافي، ما عندك ما ديري. انت باك دابا كي داير مع امك؟ ماشي مخرج فيها الزيت؟ ويلا صاحبتي سيري سيري تكمشي مع راسك، كتبقاي عليا نرجسي ما نرجسي. انت راكي عارفه الرجاله وانا راجلي. يلا قولي لي كيفاش داير، يلا قولي لي. انا ماشي نرجسي، يمكن انا نايض فيه النوار مع الجناب. وصاحبتي يا نوال، وداك الشيء راه مساله علميه، ماشي سما تقولي انا تندخل عند الدكاتره نفسانيين وكل شيء وتنسمع. داك الشيء راه علمي، ماشي تقولي غير شي وحده نايضه تتهضر. والله اختي لما داك الشيء هو اللي كاين. عرفتي هاد السيد راه غيسطيني، ما نقدرش مازال نكمل معاه. الا ما تصلحش ما نقدرش نكمل معاه، صافي تدمرت. وليت تنحس براسي ملي تنقول جالسه في شي مجمع انا هي الصغيره في داك المجمع، وانا هي القيمه اللي ما عندها حتى قيمه. ماشي زعما صغيره من شي ناحيه، وانما صغيره في القيمه. تخيلي احساس ولا عندي. تخيلي ملي تيشوفني ناشطه تيبقى يقلب كيفاش ينكد عليا، وملي تيشوفني منكده وما طالع ليا الدم تيبدا يحزرني حتى تنولي بخير. عيت تنولي بخير عاود تينكد عليا. تخيلي ملي تنقول شي، تصوري تنكون صاحبتي ديك المره جالسه انا وخواتاتو وكل شيء وجالسين تنهضروا، وانايا قلت واحد الراي ديالي ما عرف علاش كنا تنهضروا. قلت زعما شنو خاصو شنو خاص. تصوري وكلهم سمح احترموا داك الراي ديالي، وهو بقى تيضحك. عرفتي تولوا كلهم تيضحكوا، زعما انت راه ما في يدك واحد الاستهزاء. المهم خاصك تكوني جالسه في المجمع وتشوفي الاستهزاء اللي استهزاء مني. تخيلي وبغيت نموت، بقيت كلي تنتفافى، بقيت نقول اش غندير دابا، واش نضربو بشي طبله، واش شنو غندير. وقلت الله ينعل الشيطان، حنا جالسين جلسه زوينه وداك الشيء. تصوري ملي ضحكوا، وضحك هو الاول، ما بقاو متبعينه تيضحكوا، هو تيضحك وما تيضحكوا، ما عارف انت علاش. وليدي انا فاهماه مزيان، زعما داك الاستهزاء الخايب مولفه معاه هنايا. بالحق تنقول له ملي نكونوا مع الناس احترمني، احترمني باش الناس يحترموني. عرفتي ملي دار ليا بحال هكاك وحنا جالسين في ديك المجمع، ما هضرت ما تكلمت، وتقولي صوتي ما بقاش تيطلع. تخيلي وناري يا صاحبتي وهناك، اش غديري بالهضره معاهم؟ وانا كنت بحالك نبقى غير جالسه وحاطه يد على يد وتنشوف.
نشوف هذا ونشوف هذا ونشوف هذا، والله ما نهضر معاهم هناني. لاش تبقاي دوك الحوارات الخاوية وهذا وتحطي راسك في داك الموقف؟ انتي عارفة هكاك ديما تيحشمك، والله ما نهضر. وإلا صاحبتي انتي تزيدي فيه. انا وين ودابا انتي غير تتخربقي؟ واش انا صاحبتي جالسه معاهم نهار على كملو، ما غنهضر ما غنتكلم ما غنناقش ما غيثيرني حتى موضوع؟ راه ما يمكنش هادشي اللي تقولي يا صاحبتي، راه ماشي الديفو فيا انا حيت تنهضر ولا تناقش، راه الديفو فيه هو اللي تيقمع. تصوري ملي تيهضروا خواتاتو تيبدا يكبر بيهم، واه عندها الحق، واه غير نهضر انا غير نقول شي كلمه، اي كلمه غير كلمه، تيبدا يستهزئ وتيبدا هادشي لا ما هضرش وقال لي شي كلمه كاع اللي خلى كلشي تيضحك. يلا كي غديري هذا ما غيفقدكش الثقه في راسك؟ وتصوري انا اخر مره راني غضبت، راه ما قلتهاش ليك، غضبت سيمانه وجيت للدار عند ماما وقلت لها شوفي راه هو يا غادي يسافر وانا غنجلس انا والداري معاك. تخيلي جلست سيمانه وانا غضبانه بلا ما يسيقوا ماما وبابا الاخبار باش ما يبرسطونيش وبلا ما نكبرها، فهمتي؟ قلت انا غني نربيه. تخيلي شنو دار؟ بغى يتسطى، عرفتي الحزاره والتليفونات، التليفونات حتى ماما لاحظت قالت لي هاي 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 قتلوا لك التليفونات. قلت لها وانتي تشوفي تيتوحشني مسكين، وعافاك رجعي للدار، عافاك عافاك، وغيكون غير الخير وغيكون غير خاطرك، وعمرني ما نقلقك، وانا ما مزيانش، وانا نتعرف، وانا 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 وانا، عرفتي تقت. تخيلي تقت يا صاحبتي، رجعت اليومين الاولى وهو يرجع كما كان وكثر كاع. تصوري دابا انا باللي تنغضب تيولي عليا بحال الدوده، تيبقى ينبش باغي يرجعني. ملي يا اختي تنرجع تيرجع كما كان، وعرفتي بزاف 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 من هاد الطباع ديالو، قتلاتني الطباع ديالو، قتلاتني يا اختي، ما بقيتش قادره. تصوري صاحبتي الدراري تيقول لهم ملي تطرى لهم شي حاجه تيقول لكم، تيقول لهم ماماكم مثلا طاح، ماماك اللي عاد جفات وانت زلقتي، مثلا الولد ما جابش نقطه مزيانه، انت هي السبب، انت اللي خاصك تراجعي معاه، انت هي اللي ديما، انت ديما صبعو تيشير ليا غي انا، ديما 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 ملي نضرب الدراري، انت باغا تقتلي الولاد، باغا ديري قدام الدراري يا صاحبتي، بس ما يبين للدراري هو راه تيبغيهم وانا راني غا زايده وغيبت الحرام جالسه معاهم. ورا واحد الافكار انا والختي، ورا ما تقولي لي انت راجل بحال هكا هذا بوحدو في الدنيا ديالي، انا بوحدو اختي، بوحدو بوحدو اختي، ما بقيتش قادره اختي، وما بقيتش قادره اختي، ما بقاتش عندي الطاقه، صافي مشى لي الطاقه كلها مشات لي. كي غندير؟ قولي لي والله اختي، ما باغا نتفرق على وليداتي، وليني راه بغيتو يتصلح، كي غندير؟ كي غندير؟ غير قولي لي كي غندير باش يتصلح هذا السيد هذا. ورجوع الله يا صاحبتي، رجوع الله، تنتي راه الرجال كلهم بحال هكدايا، وانت زعما ما تديري تا خطا، ما تديري والو، وانت راه تنتي تطلع لك عيشه قنديشه. اه يا راني تنعرفك، شوفي طلبي الله، الله يهديه، طلبي الله، وشوفي ملي انت باغا وليداتك وباغا دارك، غير بشويه عليك، ما تبقايش تنيرفاي، والطباع ديالو هما هادوك غتمشي عليهم، ما عندك ما ديري، بقاي تجنبي ديك الشيء اللي تيضرك فيه، تجنبي ديك الهضره بزاف ملي يكونوا الناس. المهم اختي انا نقول لك حاولي تجنبي ملي انت باقا باغاه وباقا باغا وليداتك، خاصك انت اللي ديري لك حل، ما غيديروا لك حتى واحد، حيت راه تيقول لك واحد المثال، راه الحجر تيتنحت والطبع ديال بنادم ما تيتغيرش. هادشي اللي تنعرف انا زعما صراحه يا اختي، زعما تتبانوا وي وي وي، اللي ما تيعرفكمش ما تيعرفش اسراركم، تتبانوا الحياه السعيده. وصاحبتي يا نوال راني صابره، ودابا راني 10 سنين وانا صابرة على هاد الشي، تتبان لك الحياة الوردية. والله يا اختي حيدي ديك 3 شهور الاول ديال شهر العسل، هو دار فيها 3 شهور صافي هو يتقلب السيد. عرفتي يا صاحبتي نهار اللي يلاه كنا تنطلاقه وعقلتي تنبقى غنتسطى، تنقول لك الله على ولد، الله على ولد، احسن ولد اعطاه لي الله، الله دي شي حسنة انا دايراها. تصوري راه ما غتخيليش، واحد الحب وواحد الاحترام وواحد، عرفتي ما ملي تنبغي نجلس في شي قهوه تمشي وانا وياه، تيكحز ليا الكرسي تنجلس، وما نقول لك شوفي لي بقيت تنقول صافي انا يا فرات الطرح، انا اللي غنتزوج في العائله كامله. وتيقت يا اختي داك الشيء، عرفتي الاحترام اللي تنبقى نهضر تيبقى يشوف فيا وانا تنهضر وتنعبر وهو تيشوف، عرفتي مفتخر بيا،
والي اختي تقلب السيد ولا العكس ديال هاد الشيء؟ ماشي العكس ولا علاقه بهاد الشيء، كان غادي يمثل عليا يا اختي. ناري يا اختي على تمثيل مثل عليا يا اختي، وعرفي تقن الدور ما نقول ليكش الدور تقنو. ودابا تنقول له مسين ديك الايام وفيها، تيقول لي يا صاحبي انت راه الحياه هادي، واش حنا نبقاو نلعبوا ونبقاو نمثلوا؟ راه الحياه اليوميه راه فيها نزاعات وفيها، تخيلي يا اختي لا اله الا الله. انا ماشي زعما باغا هذيك روميو جولييت ونبقاو نقزوا فوق الحيوطه، وبغيتو غير يحترمني يا صاحبتي. راه الزواج اللي ما فيهش الاحترام راه ما فيه والو، وهو ما تيحترمنيش. تخيلي ما تيحترمنيش، هذا هو المشكل انا اللي عندي، ما كاينش الاحترام، حيت الاحترام هو الاساس ديال اي حاجه. الا احترمني غيحترمني قدام خواتاتو، الا احترمني غيحترمني قدام الوليدات، يسمعوا المعيور ويسمعوا الهضره ويسمعوني انني فاشله ما في يديش. وتخيلي تيبين لولادي انني انا فاشله في الحياه، وهو ما هو الطوب، كيفاش غيحترموني هاد الولاد؟ تنوضو نبقاو نتغاوتو قدامهم، تنقولو شتي ولادي والدور تتعيا وغيبغيوني انا الام. وعلاش الدراري بقاو صاحبتي يسمعوا هاد الشيء؟ انا بغيت غير حل، والله تبغيت غير حل، راه ما بغيتش نتفرق على وليداتي، بغيت غير حل.